كريم، ازاي ما شاء الله يعني نجحنا؟ انا بقول مباراه بطعم الفانيلا الحمراء لما متاخرين ب 12 بونت في الفتره الاولى او النص الاول، ونرجع تاني المباراه ونتفوق بفرق 24 نقطه، بتهيألي مباراه كبيره. طبعا طبعا يا كابتن هيثم، ده الفرق ما بين النهارده درس نقول في قبل وبعد. النهارده درس اتحط كده قدام اللعيبه قبل وبعد. الشوط الاولاني والتاني كان حاجه، والشوط الثالث والرابع كانوا حاجه تانية خالص. وزي ما قلت لحضرتك ما بين الشوطين، ان اكيد الكابتن اشرف توفيق في يعني زي ما نقول دش سخن ما بين الشوطين في اوضه اللبس. الاهلي نزل الثالث والرابع بروح تانية باختلاف تاني. يعني النهارده زي ما حضرتك بتقول، اللي يعمل الفرق ده كله الروح، روح الفانيلا الحمراء بالظبط. اللي يعمل الفرق ده كله الديفنس، اللي يعمل الفرق ده كله ان شايفين لعيبه بتموت نفسها على الكره الثانيه، شايفين لعيبه عندها حاله من حالات انكار الذات. دي منصة القمة، تعمل ديفنس يبقى عندك روح الباسكت، بعد كده هيجي هنشوف مين اللي ماشي النهارده وهنلعب عليه.